ندخل بقى على السب اكيوت اللي ايه. طيب قبل ما ندخل على السب اكيوت اللي ايه، انا عارف فيه كذا معلومه كده صح، كذا معلومه الاولانيه فيها ان هو الانفلاميشن فيه متوسط صح، السيرولوجي اللي فيه هلاقيه متوسط، الانفلاميشن فيه هلاقيها متوسط، حتى الايج كمان هلاقيه متوسط، المانيفستيشن بتاعت الكوتينس هلاقيها فيها ولكن ما بتسيبليش سكار، بتسيب لي هايبوبيجمنتيشن او دي بيجمنتيشن صح. الكوتينس مانيفستيشن فيها ومعاها سيستميك مانيفستيشن ممكن صح، انما قلنا الكرونيك كوتينس اللي ايه مفهوش. طب حتى بقى للشطار قوي، امتى تعرفي ان الكرونيك كوتينس اللي ايه بدا يقلب بسيستميك اللي ايه كلينيكالي، هو بدأ يظهر عنده يا فندم المالر ريش. المالر ريش ده كرايتيريا من الكرايتيريا بتاعت السيستميك اللي ايه، لو ظهرت فيه يبقى اعرف ان الراجل ده بدأ يقلب بسيستميك اللي ايه. انهي نوع من البسكويد اللي ايه اللي بيحب يقلب بسيستميك اللي ايه اكتر؟ هو الديسيمينيتد فور، عشان كده ده ريجولر لازم كل شويه اطمن على الايه اللي بتاعه. حلو كده؟ طيب السب اكيوت اللي ايه؟ سب اكيوت انا بتكلم في الكوتينيوس، سب اكيوت كوتينيوس اللي ايه؟ اللي بيجي لي بكوتينيوس مانيفستيشن اهمهم الفوتو سنسيتيفيتي، اهمهم فوتو سنسيتيفيتي. طالما قلنا الفوتو سنسيتيفيتي يبقى المفروض ان يكون في صن اكسبوز. قالك والله برضو الفوتو سنسيتيفيتي دي حكايه الصن اكسبوز دي مش شرط ان هو يتعلق بالصن اكسبوجر، ده ممكن حتى في النور العادي ده يجي له فوتو سنسيتيفيتي. تيجي البنت تقول لك يا دكتور، هو غالبا البنات، انا بيجي لي صهد في وشي، طب انت جايه مشخصاها روزيشيا؟ لا، فوتو سنسيتيفيتي بما معاه كمان سورايسي فورم ليجن. يعني ايه سورايسي فورم ليجن؟ يعني رسمت اسبلاك كفرد باي سكيلز او بولي سايكليك ليجن اباف ذا ويست. الكلمه دي انا حافظها من ايام ما كنت نايم، كان اول ما بسمع صاب اكيوت كوتينس اللي ده عباره عن بولي سايكليك ليجن اباف ذا ويست. اباف هو بيحب النص اللي فوق ماشي. طيب انما السيستميك مانيفيستاشن بتاعته خفيفه، ممكن يكون اسوشيتد مع ارثرايتس، ممكن يكون اسوشيتد مع هيماتولوجيكال مانيفيستاشن، ممكن نعم ليجن اباف بولي دي سايكل صح، ودي سايكل دي سايكل، فسموها بولي سايكليك ليجن كده، يعني ليجن شكله انيولر كده بس، انيولر يبقى كده بس بس كتير بس لازقين في بعض بقى ماشي. بولي سايكليك ليجن اباف ذا ويست. في حاجه كمان غير الفوتوسنسيتيفيتي، حاجه كلها فوتوسنسيتيفيتي سورايسي فورم ليجن وبولي سايكليك ليجن اباف ذا ويست ماشي. ممكن يجي ده، ممكن يجي ده، ممكن يجي ده. السيستميك مانيفيستيشن بتاعته بتبقى خفيفه، كارديتس، بلورايتس، اي سيستميك مانيفيستيشن. طيب الانا هنا ظروفه ايه بقى؟ قالك والله الانا هنا غالبا لو عملته بالانتي بالانيمال سبستريت هيديك نيجاتيف، وعلشان كده زمان كانوا بيسموه انا نيجاتيف اللي هو صاب اكيوت كوتينس اللي ليه؟ لانهم كانوا بيعملوها على الانيمال سبستريت، والانيمال سبستريت كان لاك اوف رو، يبقى اذا ال 80% منهم بيبقى بوزيتيف انتي رو. انتي رو ممكن يبقى اسوشيتد مع الانتي لا بس بالنسبه قليله، الرو واللا الاثنين زي بعض، فانت لو الرو طلع بوزيتيف غالبا اللا هيطلع بوزيتيف. حلو ماشي. يبقى الكوتينيوس كرونيك كوتينيوس اللي ايه السيرولوجي اللي فيه ايه؟ مين اللي فيه بوزيتيف؟ انتيوريش. الكرونيك كوتينيوس اللي ايه مين اللي فيه بوزيتيف؟ مفيش. الصاب اكيوت اللي ده 5% تقولي له كده 5% في المية يا فندم ممكن الانا تبقى بوزيتيف، بس غالبا العيان ده هيقلب سيستميك اللي ايه. انما الكرونيك الصاب اكيوت كوتينيوس اللي ايه ده هيبقى في نسبه 80% الانا فيه بيبقى لا الانا فيه هيبقى 30%، الانا فيه 30% و30% من الانا دلوقتي لازم يكون الرو هو اللي بوزيتيف. طب ليه انا قلت 20 ل 30% الانا هو اللي هيبقى بوزيتيف؟ لان هو غالبا كوتينيوس، بس ممكن في 30 نسبه كبيره اهي 20 ل 30% ممكن يكون معاه سيستميك، طالما سيستميك يبقى الانا لازم يكون بوزيتيف. حلو كده؟ طيب الساب اكيوت اللي ايه في منه فاريانت،
طبعا هو الهيستوباثولوجي بتاعه زيه بالظبط زي الديسكويد ال اي، ولكن الانفلاميشن فيه اقل زي ما قلت لكم ان هي الديفرنشيشن فيها بتبقى كوانتيتيف اند كواليتيف. احنا بنكتب في الهيستوباثولوجي الدايجنوز بتاعنا ال اي، وانت بتعمل كورليشن مع اللي قدامك. حلو الكلام؟ يعني لو لقيتي بوليسايكليك ليجن above the waist او psoriasiform lesion above the waist وعملت لها هيستوباثولوجي ولقيتي فيها المانيفستيشن بتاعت هيستولوجيكال مانيفستيشن في ال اي، وبالراجل ده ممكن يكون سبب كده، هو هيقول لك كده اعمل كورليشن مع الكلينيكال. حلو، في نوع بقى من انواع السب اكيوت كوتينس ال اي، هم فيهم انواع، منهم في حاجه اسمها دراج انديوزد سب اكيوت ال اي اللي بيبقى اكتر مع التربينافين والجريزيوفولفين اللي هو الانتي فانجل. هما في حاجات كتير بس الجريزيوفولفين والتربينافين تحط تحتهم بدون خطر. ماشي، دراج انديوزد، دراج انديوزد سب اكيوت كوتينيوس ال اي. ماشي، في نوع بقى من انواع سب اكيوت كوتينيوس ال اي بيسموه نيونيتال ال اي، والنيونيتال ال اي برضو كان محطوط من ضمن الانا نيجاتيف ال اي لانه كان بنعمل على ايه؟ على الانا ما تصابستريت. نيونيتال ال اي تعالوا نفهم حدوته وقصه صغيره. ام كان عندها سب اكيوت كوتينيوس ال اي او كان عندها سيستميك ال اي، بس كانت الانتي بودز اللي فيها كانت الانتي رو، كانت الانتي بودز اللي فيها. عارفين دلوقتي يعني ايه انتي رو والحاجات دي؟ بقت فاميليار بالنسبه لكم دلوقتي صح؟ كانت الانتي بودز اللي فيها كانت انتي رو، الانتي رو دي كانت صغيره قوي لانها من سمول رايبونيوكليوبروتين صح؟ كانت سمول قوي لدرجه ان هي كانت ممكن تعدي من البلاسينتا، وتعدي من البلاسينتا علشان تروح للمون الصغير علشان يتولد الطفل الصغير دي بمانيفستيشن هنعرفها بعد كده. السؤال اللي بعد كده، السؤال اللي هنا، الانتي رو اللي راحت للطفل الصغير ده عملت له مانيفستيشن صح؟ المانيفستيشن دي بالعقل كده هتبقى بيرمننت ولا ترانزيانت؟ ترانزيانت. يبقى اذا نيونيتال ال اي از ا ترانزيانت. ليه ترانزيانت؟ لان الانتي بودز دي مش بتاعته هو، دي جايه من امه صح؟ وبالتالي الانتي بودز دي هتقعد فتره وهتموت وهتخف. خلصنا؟ حلو. المانيفستيشن اللي ممكن يظهر بيها ممكن يتولد بيها ات بيرث وممكن يتولد بيها شورتلي افتر، وعلشان كده ما اقدرش اقول عليها كونجينيتال سب اكيوت ال اي، ده نيونيتال لانه بيجي في اول شهر. النيونيتال ال اي هو سب اكيوت ال اي اذا مع كوتينس مانيفستيشن وممكن يكون معاه سيستميك مانيفستيشن. السيستميك مانيفست الكوتينس مانيفستيشن بتاعت السب اكيوت النيونيتال سب اكيوت اللي هي نفس المانيفستيشن فوتو سنسيتيفيتي بوليسايكليك ليجن ابوف ذا ويست، ولكن السيستميك مانيفستيشن هم ثلاثه، واحده منهم الريفرسبل. ليه الريفرسبل؟ لانه بيضرب النيرف بلوك او بيضرب البندل برانش بتاعت القلب فبيعمل لك بندل برانش بلوك، فعلشان كده الواد ده الصغير ده ممكن يتولد بكارديولوجيكال مانيفستيشن، والكارديولوجيكال مانيفستيشن دي الريفرسبل. وعلشان كده في التريتمنت هكتب ايه؟ لو الهارت افكشن لازم اركب بيس ميكر. خلصنا من الحته دي؟ ها خلصت؟ انا اهم حاجه عندي كانت الديسكويد والباقي هتلاقيني بقلبه كده او التكات الصغيره اللي فيه. يبقى النيتال ال اي انا عندي كوتينس مانيفستيشن زي السب اكيوت بالظبط لان هو اصلا سب اكيوت. حلو؟ هو بيبقى ترانزنت هيجي له شويه فوتو سنسيتيفيتي شويه بوليسايكليك ليجن ابوف ذا ويست وخلاص. انما القلب لو انضرب ده نيرف انضرب ده بندل برانش انضرب تبقى بيرمننت. تاني سيستميك افكشن بنضرب الليفر يجي له هيباتوسيلولار مانيفستيشن. اخر واحد اللي هو بيجي له بلاد اللي هو بيجي له ثرومبوسايتوبينيا. ماشي، يبقى ثلاث حاجات ما نساهمش. ريفرسبل الاير ريفرسبل الوحيد القلب. خلاص، يبقى انا لو انا عندي ام عندها سب اكيوت ال اي او عندها سيستميك ال اي وكانت الانتي رو هي اللي بوزيتيف، اتوقع ان ابنها ممكن يجي له نيونيتال ال اي صح؟ ده برينيتال بقى، وعلشان كده اول ما ينزل احط بيس ميكر اطمن على القلب الاول. هو القلب ممكن افكتد وممكن نط، مش شرط، مش مانداتوري ان القلب يتاثر. معايا في الحته دي ولا لا؟ هو لو اول ما يتولد عملنا له بلازما فريزز والحاجات دي ما عملش
انت بتطمن ليه هتدخلي في نفسك؟ شفتي القلب، لو القلب كان متاثر خلاص هيفضل متاثر، لو القلب مش متاثر خلاص مش هيتاثر، بس خلاص. حلو، يبقى اذا النيوتال ال اي كتريتمنت مالوش، مش محتاج ان انا النوت مانداتو ان انا اديله تريتمنت اصلا، انا اهم حاجه اطمن على قلبه سليم سليم، مش سليم ادي بيس ميكر. فهمنا؟ يبقى النيوتال ال اي. طيب النيوتال ال اي بقى السيرولوجي بتاعه مين اللي هو بيضيف؟ هلاقي عنده السيرولوجي بتاع مين؟ هلاقي انتي ايه؟ انتي رو بتاع مين؟ امه. بتاع مين؟ امه. موضوع بسيط سهل كده. حلو، يبقى انا عندي خدت دراج انديوز ال اي، دراج انديوز سب اكيوت ال اي. طب الدراج انديوز سب اكيوت ال اي ده حلو قوي صح؟ دوت ان انا وقفت الدراج خلاص السب اكيوت ال اي هيخف، شكرا على كده صح؟ ملوش كلام كتير. طيب ندخل بقى على الليله الكبيره يا عمي، الليله الكبيره اللي هو السيستميك اكيوت. سيستميك ال اي acute systemic، لو عايز صح acute systemic cutaneous اللي ايه خلاص، او acute cutaneous systemic اللي ايه اللي هو ACSL SE. acute cutaneous systemic اللي ايه ده هو عبارة عن ايه؟ ده حاجة هتيجي في الجلد and other organs. يلا ها الكوتينيوس manifestation بتاعته هتبقى خفيفة، ولا هتسيب لي سكار، ولا هتسيب لي pigmentation صح؟ ده الانفلاميشن في الجلد بيبقى خفيف خالص. ليه كوتينس مانيفيستيشن؟ ليه سيستميك مانيفيستيشن؟ لازم هيكون في سيستميك مانيفيستيشن، والا ما كنتش سميته سيستميك ال اي. هل كل الاورجانز لازم تبقى بي افكتد؟ لا مش لازم، ده ممكن تو بي افكتد وممكن لا. طب والكلام ده هيفرق معايا في حاجه؟ اه هيفرق معايا، ده على حسب الافكشن اوف الاورجانز ده هل هدي معاه سيستميك تريتمنت ولا لا. يعني لو ما لقيتش معاه سيستميك افكشن حد مثلا نون سترويدال انت ده انا لسه هتكلم في العلاج، انما لو كان في سيستميك افكشن هقسمها مايلد ومودريت وسيفير. لو مايلد هبدا معاه بسيستميك سترويد، انما لو مودريت وسيفير انا ممكن ابدا معاه ببالس سترويد ثيرابي. لو كانت سيفير قوي ده انا حد معاه الاي في اي جي ممكن ادخل على البيولوجيك. فاكرين لما انا بشرح البيولوجيكس قلت لكم ان انا بنديها برضه في السيستميك الاي، وبنديها في الدرماتومايوسايتس، وبنديها في بلاوي ثانيه كتير. البيولوجيكس مش كونفايند لمين؟ سترايسس بس. لسه فاكرين البيولوجيكس؟ اه اسال؟ لا طيب فاتك البيولوجيكس، فاتك السورايسس كلها اصلا. طيب نتعمق شويه، نتعمق شويه. الايج هيبقى ايرلي ايج اوف اونست صح؟ طفله صغيره 9 سنين 10 سنين لحد 9 ل 14 سنه ده البيك بتاعه. انما لو جه متاخر شويه ده نوع فاريانت برضه من ضمن الاكيوت كوتينيوس سيستميك اللي اسمه ليت اونست اكيوت كوتينيوس سيستميك اللي صح، بس ليت اونست. حلو، والمانيفيستيشن بتاعته بتبقى خفيفه شويه سي ان اس مانيفيستيشن خالص، انما الليت الايرلي اونست ده بتبقى المانيفيستيشن بتاعته زي